فرانسيس هو الاستثناء على المستوى المحلي وعلى القاري في أنو خداش إيزو. اليوم النادي الرياضي الصفاقسي يحتفل بحصوله على سيرتيفيكاسيون دي ليزو 9001 اللي هي سيرتيفيكاسيون تاع الجودة. نادي الرياضي الصفاقسي هو أول بلد أول جمعية أفريقية وعربية تأخذ السيرتيفيكاسيون هذه، والكاتريام إيكيب على شيل المونديال تكون عندها سيرتيفيكاسيون إيزو 9001. والشيء هذا صار بحرص كبير من السيد رئيس النادي لطفي عبد الناظر اللي كان وراء البادرة وكان هو الداعم الرسمي للقيام نادي الرياضي الصفاقسي بالسيرتيفيكاسيون. فيرتي للنادي الرياضي الصفاقسي هي أبسط حاجة نقدموها للنادي العريق هذايا في عيد 88. قدمنا له مدة 8 سنين بعث شبكة السوسيوس، قدمنا له قبل أول نادي كان سباق في أنه عمل بعث نادي أحباء وبعث هيئة العليا للدعم. اليوم كيف كيف يبين الليدرز متاعه والأسباقية متاعه في كل شيء، كيف كيف اليوم هو يقدم درس للكرة للرياضة في تونس وللرياضيين، ويكون فهمني والله هو أول فريق عربي وتونسي يأخذ سيرتيفيكاسيون يزول 9001. قولوا للفريق الاستثنائي على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. هو الشهادة ليزون 9001 اللي تحصل عليها النادي الرياضي الصفاقسي اليوم أولا استثناء على المستوى العربي الإفريقي، وهذا شرف للنادي الرياضي الصفاقسي وشرف للكرة التونسية، ودعوة لبقية النوادي أنها تلتحق بمسيرة النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم على هذا المشروع اللي قدوة للشباب، قدوة للاعبين الشبان، وتعطي صورة أخرى للكرة التونسية غير اللي قاعد صاير تطور في الملاعب واللي نشوفه فيه للأسف في عدة مباريات. وبالتالي نقول ليزون 9001 جات في وقتها، جات لي تأكد أن الكرة التونسية عندها متقول في نفسها وأنه المستوى مازال عالي وأنه فما فرق قاعدة تراهن على المستقبل بشهادات كي من هذه. تيسيس عنده على العمل على المستوى الفني وكذلك العمل على المستوى الإداري، واليوم أخذها شهادة إيزو. وي معناتها الشهادة نتاع اليوم اللي هي اون بروميير في تونس بور ليكيب سينيور سولا غفلات انه فما خدمة تخدم في سي اس اس سي با سولمون سي روتيران بس اوسي ديغيغ لي ريدو للناس ما تراهوش انه ليزو هذيا ما تخذات وما تعطات الا لما يو ان سويفي ان ترافاي نتاع سي موا والناس تسال فينا الناس تفركس اسكو اون اوني كابابل d'avoir cette récompense à travers la planification, programmation, les actions, les communabium, la méthodologie, l'équipe senior, comment elle est gérée sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan administratif, sur tous les plans. Alors, c'est une consécration, le CSS, parce que c'est une première, et cela reflète le travail profond travail qui s'élabore au CSS. اليوم مش موجود في جمعيات أخرى. كان هذا يضيف له سبونسور اللي عملوه سنة سي اس اس مع تيليكوم ولا مع دوتر بوات. معناتها يظل قاعد هذا الكل قاعد يتعمل باش يعطي انستابيليتي ايكونوميك سيرتو للسي اس اس، باش يعمل ان اوتونومي اوسي ايكونوميك للسي اس اس. ماك تعرف وقت السي اس اس تبدا عندها موارد قاره من شانه انه يعطيها الاستقراريه على المستوى الرياضي. اثنين اوسي الشهاده هذه اللي اتخذت اليوم من شان انا تطمن لي بارتنير دو سي اس اس بارتنير فينانسيي سيرتو سي لو بلان سبونسور اي تو سا. وقت الشهاده هذه تبدا موجوده في جمعيه فما مصداقيه الناس اللي عندهم يحطوا فلوسهم ils peuvent s'investir في السي اس اس. الوغ كوم لو سي اس اس a été toujours le pionnier في برشا حاجات اليوم اللي تي لو بيونيير او نيفو دو لورغانيزاسيون دو لا بلانيفيكاسيون اي دو لا ميثودولوجي دو ترافاي لي غراند ليني نتاع لا في دو كلوب surtout au niveau de la stratégie de la vie du club.
شكون يعملوا هذا؟ يعملوا اعضاء شرف كما يقولوا في الخليج. احنا في تونس عندنا الكوميتي دو سوتيان، الوغ سنا الكوميتي دو سوتيان خذت اونفيرغور اخرى، خاطر علاش مش قاعده تخدم اون طونك كوميتي دو بومبي اللي يجيو في السكور ويحلوا مشكله. نو اي سون ان تران دو فير دو ترافاي دو لونغ الين، ترافاي ابروفوندي، ترافاي بور لافنير دو كلوب، بور كو لو كلوب بويس فيفر dans une certaine stabilité, dans une certaine autonomie économique. هذا اللي قاعد يعمل فيه سي بسام لوكيل، سي منذر بن عياد، والخيان اللي معاهم. هذوما مع بيان سير سي لطفي عبد الناظر اللي هو الرئيس، باسكو سون لو بريزيدون سي لوي هو البورتور دو لومبليم دو ليكيب، وي لي زوتر اللي هما الكوميتي يل جير لو كوتيديان. الوغ شاكا سا تاش، اي كوم سا اون بو فير افونسي لو كلوب ان شاء الله باش يبدا عنده دوتر بالي سوبيريور. هي سيرتيفيكاسيون ايزو 9001 هي شهاده الجوده، يعني بلغة أخرى أي مشروع وأي عملية تقوم فيها في حياة في الحياة العامة، في شركة، في أسوسياسيون سبورتيف كلتيريل، أي إنسان فهمني ولا يقوم دي زيتاب. لي زيتاب هذو ما يسميو لي بروسيسيس. لي بروسيسيس هذو ما يزم يكونوا مدونين، يزم فهمني ولا اليوم باش نعمل أنا أورغانيزاسيون دو ماتش معروف شنو هما لي زيتاب اللي نعملهم الكلهم، معروف انا كيفاش مش نبيع التذاكر، كيفاش مش نبلاني في الماتش نتاعي، كيفاش مش نحضر الستاد نتاعي، كيفاش مش نحضر السبونسور نتاعي. هي لوبجيكتيف نتاعها ساتيسفاكسيون دي كليون. الكليون اليوم لهنا في النادي الرياضي الصفاقسي هو السبونسور، هو المحب الوفي للنادي الرياضي الصفاقسي، هو اي انسان يتبع الحياه الرياضيه من قريب او من بعد. هي اسي دو لو روندر ساتيسفي بار لي ريزلتا، بار لو سبونسور والفيزيابيليتي دي سبونسور في لي بانولاد ولا في التلفز ولا اي حاجه. دونك هي سيتون توتون بروسيدير، وهي كما قلنا معناتها مثال الجوده موجوده في العالم كامل، معناتها حاجه معناتها معترف بها في العالم كامل. دونك فهمني ولا اليوم النادي الرياضي الصفاقسي جاو دي زوديتور اكستير من برا من ليترونجي، شافوا النادي الرياضي الصفاقسي كيفاش يخدم، شافوا ايزون اوديتي لو فينونس، ايزون اوديتي لورغانيزاسيون دي ماتش، ايزون اوديتي تو، لقاو انه النادي الرياضي الصفاقسي يستحق الشهاده هذه، ومن اجل هذا وقع المنحه للنادي الرياضي الصفاقسي.